أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، ونبدأها كالعادة بالعناوين. موقع أخباري يتحدث عن أسوأ سجون ميليشيا الحوثي في محافظة دمار. مدير أمن شبوة يقول للموقع بوست: إعادة حوثيين حاولوا الهرب من معتقل في عتق. العثور على أكثر من 100 آيفون في حقيبة لص بمهرجان موسيقي. بي بي سي تذكر الكوريين بمعركة قديمة، 5 ملايين قتلوا وما زلتم منقسمين إلى اليوم. أهلا بكم. عن واحد من أكثر السجون رعبا وإثارة للمخاوف عنون موقع يمن مونيتور في تقرير خاص وقال: سجن معبر بذمار مسالخ التعذيب لمعارضي الحوثي. وقال الموقع إن جماعة الحوثي المسلحة تتخذ من محافظة ذمار مركزا سريا لمئات المعتقلين السياسيين الذين يتلقون في سجونها أبشع أنواع التعذيب تصل حد الموت، كما يحدث في سجن معبر سيء السمعة. ويضيف الموقع: ولا يستثنى أبناء المحافظة من موجات متسارعة من الاعتقالات والاختطافات باتهامات تأييدهم للحكومة الشرعية. وقال مراسل يمن مونيتور بذمار: بلغ عدد المختطفين خلال الأسبوع المنصرم أكثر من 60 شخصا، بينهم 40 باحثا يتبعون الصندوق الاجتماعي للتنمية بذمار في بلدة الحدا، وتم اتهامهم بالعمل مع منظمات غربية. وقال المراسل نقلا عن أسر مختطفين في سجن معبر إن أبناءهم يتعرضون للتعذيب، أما ما أدخلهم في حالة نفسية سيئة، فيما آخرون يقضون أنفاسهم الأخيرة تحت التعذيب. محام وناشط حقوقي قال: الحوثيون يمارسون أبشع أنواع التعذيب بحق السجناء في سجون سرية بمدينة دمار وضواحيها، كاشفا عن صفقات سرية تتخذها جماعة الحوثي للإفراج عن السجناء مقابل مبالغ مالية هائلة، وانتشر هذا الأسلوب بشكل كبير جدا في المحافظة. قال مدير أمن محافظة شبوة العميد عوض الدحبول لموقع الموقع بوست أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة تمكنت من إلقاء القبض على جميع الفارين من السجن المركزي بمدينة عتق، عدا 2 منهم ما تزال عمليات البحث عنهما مستمرة. وأوضح العميد الدحبول أن من بين 9 الذين استطاعت الأجهزة الأمنية الإمساك بهم عقب هروبهم بساعات من السجن المركزي أسرى حوثيين. وأضاف بأن الأجهزة الأمنية لا تزال تلاحق 2 من الفارين وهم من أصحاب القضايا الجنائية. وأشار إلى أن إدارة الأمن بالمحافظة قامت باحتجاز جميع المناوبين في الفترة التي فر فيها السجناء 11. الدكتاتورية ولا دولة والهجمات الجديدة. تحت هذا العنوان كتب الروائي المعروف واسين العرج مقاله المنشور في القدس العربي، وقال في جزء منه: زمن صعب ذاك الذي نعيشه اليوم، الفترة الأكثر قسوة التي تتكتل فيها الهمجيات الدكتاتورية التقليدية وهي في نزعها الأخير، وكائناتها التي عششت تحت أجنحتها وفي ظلالها وأطرافها وزواياها العفنة، فتربت على الدم وتنفيذ الأوامر وانتظار لحظتها للانقضاض على السلطة، حتى ولو على بقايا الرماد تهديم الدولة التي تشكل ميراثاً إنسانياً، والضرورية لاستمرار المؤسسات والإنسان في عالم محكوم بالتمزقات الكبرى والمخاطر المحدقة. على الرغم من نقائص الدولة كنظام، إلا أنها تظل الأوفى بالخصوص في انفتاحها على المنجز الإنساني الديمقراطي. الدكتاتورية لم تبتذل الإنسان فقط، ولكنها ابتذلت نفسها أيضاً بتجهير الدولة لمصالحها، فحولتها إلى مجرد قوقعة بلا معنى. لم يترك للشعب فرصة أن يكون شيئاً آخر سوى قطيع يستجيب بوداعة للأقوى، حتى ولو كان الذئب الذي سيأكله. الحركات الإرهابية المتطرفة التي غزت العالم والعالم العربي تحديداً متأتية من هذا المعدن القاتل ومن هذه المعادلة المستعصية والممكنة. الدكتاتورية في النهاية لا ترى إلا أنانيتها الضيقة ومصالحها، وبعدها ليحرق كل شيء ولا يهم شكل الجريمة،
إذ كلما ظننا أنها وصلت إلى سقفها في الجريمة ينهض الدكتاتور أو لواحقه ليتخطى نحو عتبات جديدة للجريمة. ليست الأحداث التي نعيشها اليوم إلا علامات صغيرة لما يمكن أن ينتظرنا عندما تنهار الأنظمة كلياً وندخل ليس في الديمقراطية ولكن في اللادولة نهائياً التي تتحمل فيها الدكتاتورية المسؤولية الأكبر. اللادولة هي البدائية التي لا شرع فيها ولا قانون. داعش ليست إلا التجلي الطبيعي للحالة التي أسستها الأنظمة الدكتاتورية التي تشبثت بالسلطة حتى قتلتها، مع أن الدكتاتورية العربية مع بعض التبصر كان يمكنها أن تصنع لنفسها ولشعوبها مصائر أجمل، لكن الدكتاتور يصبح أعمى وأطرش وبلا لغة غير خطابه كلما تعلق الأمر بالحكم والسلطة. إلى موقع سبتمبر نت والذي عنوان في صفحته الرئيسية نازحوا أصلوا الهروب من شبح الموت إلى مآسي التشرد، وقال الموقع لعل أبرز مخلفات الحرب التي تشنها الميليشيا الانقلابية على الصلو في محافظة تعز مشكلة النازحين الذين يتجرعون يوميا مرارة العيش وقسوة النزوح في ظل انعدام مقومات الحياة من غذاء وعناية طبية. المواطن عبد الرحمن محمد وهو أحد النازحين من قرية الصعيد بسبب الحرب التي أشعلها الحوثيون منذ أكثر من 9 أشهر يقول لموقع سبتمبر نت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية دمرت بيوتنا ودمرت كل شيء بهذا البلد، ونحن الآن نازحون في المدارس ونعاني من نقص في الغذاء والمياه ولم تصلنا أي مواد إغاثية. وتساءل عبد الرحمن بحرقة قائلا إذا انتهت الحرب وما زلنا ومنازلنا أصبحت مدمرة إلى أين نعود؟ اقتحمت جماعة الحوثي منزل مراسل قناة رشد الصحفي أحمد عبد الرحمن النعمي في الحديدة واختطفت والده، وينقل موقع المشاهد نت عن نقابة الصحفيين اليمنيين قولها إنها تلقت بلاغا من الصحفي أحمد عبد الرحمن النعمي مراسل قناة رشد يفيد فيه اقتحام عناصر مسلحة من جماعة الحوثي لمنزله في الحديدة واختطاف والده المسن على خلفية عمله الصحفي وآرائه المخالفة لهم. وتدين نقابة الصحفيين هذه الواقعة وتطالب بسرعة الإفراج عن والد الزميل النعمي والكف عن مطاردة الصحفيين ومضايقتهم، محملة جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن ما يتعرض له والد الزميل من أذى أو مخاطر. عن مدينة في بريطانيا ممتلئة بحكايات وقصص اليمنيين، يكتب السفير ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في الاشتراك نت مضيفا شيفيلد مدينة يتزاحم فيها شعور بالإلفة منذ أن يضع الإنسان أقدامه على أرضها، تتسلل إلى الوجدان كلما توغلت داخل شوارعها القديمة حيث ترتسم ملامح تاريخ صناعي ارتبط بالهجرة الأولى لليمنيين ممن قامت على أكتافهم صناعة الحديد والصلب في هذه المدينة التاريخية. لشيفيلد نكهة خاصة منذ زمن قديم، واسم هذه المدينة يتردد على مسامعنا من قبل المغتربين الأوائل في 50ات القرن الماضي الذين قدموا للعمل في مصانع الحديد والصلب، فكان المغترب يعود في الإجازة ليحكي عن هذه المدينة وعن مصانع الحديد وتذويبه وتبريده وتشكيله ونقله إلى الحاويات والمخازن. تمشي في شيفيلد وخاصة في المناطق التي كانت مركز تجمع هذه المصانع فتتذكر حكاياتهم عن انتظامهم في طوابير طويلة منذ الصباح الباكر وخاصة أيام الشتاء من مساكنهم حتى المصانع بحرص شديد على الوصول في الموعد المحدد لبدء العمل. هذه المصانع اليوم توقفت عن العمل وغدت مباني مهجورة يجري هدمها وإعادة بنائها كأبراج ضمن خطة شاملة لتطوير المدينة. تهجم عليك الذكريات فتتخيل هؤلاء العمال يتحركون حواليك كمرشدين لمعالم المدينة يحملقون فيك وكأنهم يقولون نحن من صنع اسم هذه المدينة الصناعية. يخيل إليك مع السكون الذي يحيط بهذه الأبنية المهجورة أن أرواح هؤلاء العمال تتحرك في ذهاب وإياب بين أروقة المكان في احتجاج على ما آلت إليه تلك المصانع التي أفنوا فيها فتوتهم وشبابهم. إلى موقع عدن الغد والذي تابع ما يتعرض له الصحفيون الموجودون في صنعاء وعنوان الموقع
محكمة بصنعاء تستدعي صحفيين للمحاكمة بسبب مطالبتهم بصرف الرواتب. وقال الموقع أن محكمة بصنعاء استدعت صحفيين من مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر الحكومية عقب دعوتهم لصرف أو دعواتهم لصرف مرتباتهم المتوقفة منذ أشهر. ووجهت محكمة ونيابة الصحافة والمطبوعات في صنعاء استدعاء لعدد من موظفي وصحيفتي مؤسسة الثورة، ولم تقيد في محضر الاستدعاء أي تهمة محددة، وتضمن محضر الاستدعاء طلبا لأكثر من 10 صحفيين. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صحيفة العرب الجديد قالت إن واشنطن تدفع باتجاه مفاوضات عاجلة لإنهاء الأزمة اليمنية، حيث أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتياس أن بلاده تدفع نحو إجراء مفاوضات بإشراف الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في اليمن في أسرع وقت ممكن. وقال ماتياس يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة أقلته إلى المملكة العربية السعودية، حيث يبدأ جولة أو جولة إقليمية إلى مصر وقطر وجيبوتي وإسرائيل أو ماتيس. ولم يجب ماتيس عن سؤال حيال إمكانية زيادة الدعم الأمريكي للرياض والتحالف العربي، لكنه قال إن هدفنا حيال هذا النزاع هو وضعه أمام مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي، وسنعمل مع حلفائنا وشركائنا للوصول إلى طاولة مفاوضات برعاية الأمم المتحدة. وفي موضوع آخر للعربي الجديد، قالت الصحيفة إنه مر عام على إفشال مشاورات الكويت اليمنية، لن نعود إلا بالسلام والأمن إلى اليمن، هكذا أعلن المبعوث الأممي في الأيام الأولى لمشاورة السلام اليمنية في الكويت والتي انطلقت قبل عام وكانت أبرز محطة سياسية خلال الحرب، لكن بعد تعثرها تحولت إلى شهادة على تعقيدات الأزمة اليمنية وعلى فشل الحوارات التي ترعاها الأمم المتحدة بالوصول إلى حلول. وتتابع الصحيفة تظهر التطورات العسكرية المتواصلة في اليمن والجمود السياسي أن مشاورات الكويت كانت محطة لا تعوض من حيث الظروف والعوامل التي توافرت لنجاحها، لكنها احترقت جميعها على طاولة التفاوض. صحيفة القدس العربي نقلت عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن أكثر من 1600 طفل يمني تم تجنيدهم منذ بدء الحرب قبل أكثر من عامين. وجاء ذلك في بيان مقتضب نشره مكتب منظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي. وكانت المنظمة قد وجهت الاتهامات أكثر من مرة للحوثيين بتجنيد الأطفال في الحرب. من جانبها قالت رابطة أمهات المختطفين إن أكثر من 3000 مختطف ما زالوا يعانون في سجن جماعة الحوثي وقوات المخلوع صالح. وبحسب تقرير الرابطة بلغت حصيلة الاعتقالات التي لم يفرج عنها 3289 حالة. أمهات من حديد، تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في صحيفة الخليج، وقال في جزء من المقال: إذا صح أن لكل زمان دولة ورجالا ونساء أيضا، فإن لكل عصر أسماء حروبه وأسلحته والمعجم الخاص بمفرداته. وفي الماضي كانت الحروب تنسب غالبا إلى أسماء الأمكنة، كما هو الحال في تاريخنا العربي الإسلامي، ومنها عين جالوت ومرج دابق وحطين وعمورية واليرموك. وكان للسيوف والدروع والرماح أسماء أيضا، وكذلك الخيول، لكن عصرنا المدجج بكل أسلحة الدمار أصبحت حروبه تحمل أسماء تبدو مستعارة من روايات، ك
كعناقيد الغضب المأخوذة عن عنوان لرواية كتبها شتاينبيك. ومن الأسماء أيضا عاصفة الصحراء وثعلبها وأم المعارك، لهذا لم يكن غريبا أن يطلق على أكبر وأثقل قنبلة خارج المدار النووي اسم أم القنابل، وقد جربت مؤخرا في أفغانستان ولها 15 شقيقة بانتظار تجريبهن في ساحات أخرى خارج الولايات المتحدة بالطبع. وهناك صواريخ روسية سميت شياطين موسكو لأن الملائكة لا علاقة لها بالديناميت والبارود. حتى الزلازل والأعاصير أصبحت في عصرنا تحمل أسماء ناعمة مضللة، وهي على الأغلب أسماء رقيقة لنساء من طراز كاترين. وذات يوم إذا قدر لهذا الكوكب أن يبقى على قيد الدوران والحياة، سيكتب المؤرخون عن هذه الحقبة ما لم يكتب من قبل، ومنذ بواكير التاريخ فكل شيء أوشك أن يبلغ ذروته، العلم والخرافة معا، والبطولة والخيانة والإفراط في الحديث عن حقوق الإنسان الذي يقترن بالإفراط في الانتهاك والتنكيل. إنه عصر التناقضات بامتياز، والمطلوب وأن تتعايش هذه المتناقضات ولا تنفجر أو حتى تشتبك. بالتزامن مع التوتر الذي يشهده العالم اليوم، استرجعت شبكة البي بي سي فصولا من حرب كوريا التي اشتعلت قبل ما يفوق 50 عاما وفتكت ب5 ملايين إنسان. وقالت الشبكة: اندلعت الحرب الكورية في 25 يونيو عام 1950 عندما اندفع نحو 75 ألفا من جنود جيش الشعب الكوري الشمالي عبر الحدود مع كوريا الجنوبية، والذي كان يمثل الحدود بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المدعومة من قبل الاتحاد السوفيتي إلى الشمال وجمهورية كوريا الموالية للغرب في الجنوب. وكان الغزو الكوري الشمالي للجنوب أول عمل عسكري في حقبة الحرب الباردة. وتتابع شبكة البي بي سي: تدخل الأمريكيون في الحرب في يوليو عام 1950 إلى جانب كوريا الجنوبية، وكان المسؤولون الأمريكيون ينظرون إلى تلك الحرب على أنها حرب مع القوى الشيوعية العالمية. في غضون ذلك كان المسؤولون الأمريكيون يحاولون جاهدين التوصل إلى هدنة مع الكوريين الشماليين، إذ كانوا يخشون أن البديل سيكون حربا أوسع نطاقا تشمل الاتحاد السوفيتي والصين، أو حتى اندلاع حرب عالمية ثالثة. وأخيرا في يوليو عام 1953 وضعت الحرب الكورية أوزارها بعد أن فتكت بأرواح حوالي 5 ملايين شخص من مدنيين وعسكريين، وما زالت شبه الجزيرة الكورية مقسمة إلى يومنا هذا. موقع أخباري ذكر في أحد الموضوعات الأكثر قراءة تحت عنوان: العثور على أكثر من 100 آيفون في حقيبة للص في مهرجان موسيقي أمريكي. وقالت التفاصيل إنه عثر على أكثر من 100 جهاز آيفون في حقيبة واحدة تحمل على الظهر بعد قيام أشخاص في مهرجان كوتشيلا الموسيقي بولاية كاليفورنيا الأمريكية بتعقب أجهزة هواتفهم المفقودة. وأوضحت الشرطة في مدينة أنديو أن أصحاب الهواتف المفقودة استخدموا تطبيق Find My iPhone الذي يحدد موقع الهاتف المطلوب عبر جهاز الحاسب المحمول أو أي جهاز آخر مرتبط به. ويتابع الموقع: تعقبت الشرطة المشتبهة بهم في الموقع وتمكنت من اعتقالهم، وقالت الشرطة إنها أعادت العديد من الهواتف إلى أصحابها فورا. وقال السيرجنت دان مارشال إن الشرطة خصصت موارد إضافية في المهرجان بعد دردشة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أجهزة هواتف نقالة مفقودة. دعوة لاجتماع أهل الفكر والقلم في الخليج لإنقاذ اليمن. تحت هذا العنوان كتب محمد المسر مقاله المنشور في الشرق القطرية، وقال في جزء من المقال: يدخل اليمن الشقيق السنة الثالثة في الحرب لاستعادة الشرعية اليمنية المختطفة إلى أصحابها وعودة القيادات اليمنية بقيادة الرئيس عبد رب منصور إلى العاصمة صنعاء، لتتمكن هذه القيادة من جمع الصفوف من أجل إعادة اليمن إلى ما كان عليه قبل اختطافه من قبل الحوثيين وعلي عبد الله صالح، وتحقيق الانسجام الاجتماعي بين أهل اليمن. السؤال الذي يطرح نفسه اليوم على أصحاب القلم والفكر في خليجنا العربي:
ما هو الدور الذي عليهم أن يؤدوه جنبا إلى جنب مع القوة العسكرية الخليجية؟ الرأي عندي أن يتنادى نخبة من الذين يحملون هم اليمن واستقراره من أهل القلم والفكر في الخليج العربي إلى اجتماع يعقد في إحدى العواصم الخليجية لمناقشة الوضع اليمني من كل جوانبه وتقديم مقترحات عملية إلى قيادة التحالف العربي كمساهمة فكرية عملية تعين صناع القرار في قوات التحالف لإنجاز المهمة الوطنية في اليمن. يجب عليهم أن يؤدوا دورهم في مساعدة قوات عاصفة الحزم بدلا من أن يتفرجوا على المشهد ويصدر البعض انتقادات لهذا الطرف أو ذاك. إنها مهمة وطنية واجبة الأداء. الظروف من حولنا كلها تسير في غير صالحنا، والمتربصون بنا كثيرون من منظمات وخلايا سرعان ما تستدعى للنيل منا، وكذلك دول نحسبهم أصدقاء وحلفاء واكتشفنا أنهم أيضا من المتربصين بنا. أصحاب الفكر والمشتغلون بالقلم هم الذين يشكلون الرأي العام، فتعالوا إلى لقاء نتحدث فيه عن اليمن للوصول إلى إنجاح مهام التحالف العربي وتحقيق النصر على مختطفي الدولة اليمنية. في جولتنا المصورة سنستعرض لكم بعضا من الصور الحائزة على جائزة حمدان بن محمد بن راشد المكتومة الدولية للتصوير الضوئي والمنشورة في صحيفة الإمارات اليوم، نتابع. بهذه الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج كشك الصحافة. نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.